لو حضرتك موجود هتجيب ايفونا وجون انتوي بالارقام دي؟ ما يعني برضو هو في ملابسات كتير. يمكن جون انطوي المساله كانت سهله، كان مبلغ مطلوب وهم حسبوها، قال لك ان اللاعب المصري دلوقتي بيتحرك ما بين 5 ل 8 مليون، فلما ادفع فيه مليون دولار يبقى ده في اطار فونا. هو اللي انا لحد النهارده ما اعرفش الدفع فيه كام، لكن الاحداث والتداعيات اللي تم التفاوض خلالها مع ايفونا ادت الى ان الرقم يبقى مش يعني يمكن تضاعف. يمكن ايفونا لا في ظروف طبيعيه ما فيهاش المزاد اللي اتعمل والصراع وهيثم قاعد هناك في تونس عمال ولا في المغرب عمال بيتفاوض، وفي ناس بتتفاوض الزمالك من هنا بيضغط بيضغط. يعني العمليه ادت الى انك انت بقيت في مزاد، ما بقتش في رايح تعرض مبلغ وتاخد لعيب. بس انت دخلت مزادات كتير يا كابتن عدلي. نعم دخلت مزادات كتير انا. طبعا، بس ده مالي وانت بتخش بتبقى حازل. خطوره المزاد يا كابتن سيف انه يجرك من غير ما تحس. يعني ساعات كتير جدا تخش في المزاد تا 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 تا. وفي لحظه الانتصار ساعه مرسى عليك تقول لي انا هرسق ده انا عملت ايه. لكن انت لما تكون من الاول حاطط الضوابط انا اكتر من كده يبقى انا راجل انا غير متوازن في عمليه. شايف حضرتك ان ايفونا ان الناس كانت لازم تكمل ولا كانت لازم تقف في توقيت معين؟ شوف ايفونا جه في ظرف ما كانش يقدر النادي الاهلي يتراجع. ليه؟ لان في خلفيه الصفقات اللي دارت اول مجلس ما نجح ومعظمها راح منه، ما كانش النادي الاهلي ولا المجلس ده، وهنا كان بيشتغل تحت ضغط الحقيقه انا اعذرهم جدا، يتحمل انه يخش في لعيب وما ياخدوش. كان علي ان يسترد هذه الهيبه، الاهلي لما يقول انا عايز يخلص. ودي كانت مهمه يمكن اكتر من القيمه الفنيه. ان جمهورك بقى بدا محبط حتى لو هتدفع قيمه فنيه عاليه. خلينا حته حته انا هفسرها لك. يعني ماشي، جمهورك بدا محبط. قال له هو انت من امتى بتخسر الصفقات وانت بتاع كده؟ كان لازم تعمل حاجه. فكانت صفقه مؤمن مهمه جدا جدا. كانت صفقه ايفونا مهمه جدا جدا لانها خدتها من خلال منافسه مع المنافس اللي هو خد منك كل الصفقات او معظم الصفقات قبل كده. فدي كانت ارض يجب ان تستردها مهما كانت التكلفه. ده انا بفكر بالنيابه عن المجلس. ايفونا صفقه فنيه الناس كلها بتقول انه عاليه جدا. نتمنى